<applause> <applause> بصي بقى عندنا أسئلة مشاهدين كتيرة و... ولسه عندنا أسئلة هنحاول علشان وقت الفقرة بعدين <applause> نروح لأستاذ محمود خليل بيقول صباح الخير على حضراتكم أنا من كفر الشيخ ممكن ألاقيه عندنا في الصيدليات ولا لازم نجيبه من القاهرة ده أول حاجة <applause> وبعدين بيقول أنا ابني في ثانوية عامة وبيشتكي من إنه بينسى <applause> أعتقد أنا نفس الشكوى على فكرة ومش بيعرف يركز وهو بيذاكر فهل ممكن تساعدينا طبعا قلب مالتي فيت موجود في كل محافظات مصر يعني كفر الشيخ واصل لغايه وصل يعني. وصلنا في أوكي. سجلات كتيره جدا جدا أه برضو نعمل سكرين شوت على قلب مالتي فيت عشان ما يبقاش فيه احنا ما عندناش بدايل موضوع التركيز مهم قوي ان انا ادعم التركيز بتاعي بقلب مالتي فيت لاحتوائه على كذا حاجه من اهم الفيتامينز المهمه للتركيز هو فيتامين بي كومبلكس لانه بيدعم لي جدا صحه الاعصاب وفيتامين ه مهم قوي عشان أوه. بيشتغل از انتي اوكسيدنت وبيقلل الالتهابات فاعتقد ان قلب ملتي فيت هيبقى كويس جدا لتحسين الذاكره وعدم النسيان طيب رنا منصور بتقول انا نص شعري وقع مش عارفه اعمل ايه ساعدوني <applause> <applause> نص شعرها وقع طبعا انا عندي فيتامينز مهمه داخل القلب مالتي فيت لصحه الشعر زي الزنك زي الكبر برضو المكملات الغذائيه عندها فيها نقص فاحنا بنكملها يعني ده لو ما عندهاش مرض معين ايوه يعني صح صح. ممكن يبقى عندها مثلا مشكله في الغده الدرقيه لازم تعمل تروح للدكتور وتعمل تحليل الغده الدرقيه ممكن يبقى في مشكله امراض مناعيه اللي بتهاجم البصيلة الشعر وتوقعها فلازم اهم حاجه اتاكد ان ما عنديش مرض محتاج دواء لكن قلب مالتي فيت بيدعم الشعر جدا 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 كويس قوي شيماء سمير هل قلب مالتي فيت ليه اي اثار جانبيه على الجواز والحمل وهل الجرعه بتختلف حسب العمر ولا لا الب مالتي فيت ملوش أي أعراض جانبية إطلاقاً، هيبقى كويس جداً مع الحمل كمان لأن الحمل محتاجين كالسيوم، محتاجين فوليك أسيد، فهيبقى كويس ليها جداً وملوش أي أعراض جانبية إطلاقاً ليها. و يعني السن أو العمر ما آه لا هو هو كبسولة واحدة من هو بيبتدي من 13 سنة نستخدمه لجميع الأعمار، كبسولة واحدة أعتقد إنها كفاية جداً جداً لأن هي التراكيز دي اللي إحنا محتاجينها في اليوم. <applause>